ده بصل. دي فعلا اسمها بصل. التركيبه بتاعتنا بتقول ايه؟ اي نجم بتحرق الهيدروجين بتاعها، خلاص الهيدروجين بتبتدي في الكور بتاعها او في المركز بتاعها بتحرق اللي بعديه الهيليوم، بتخلص حرق الهيليوم بتحرق اللي بعديه الكربون. بيبتدي برضه لسه في جزء من العنصر اللي قبليه موجود، يعني لما الشمس بتخلص مثلا حرق الهيليوم من الهيدروجين بتاعها مش بتخلص كل الهيدروجين، لا بيبتدي لسه في شويه نسبه صغيره من الهيدروجين بتبتدي لسه موجوده، بس النجمه دي بتبقى عامله زي طبقات بيسموها البصل، اللي هي طبقه الاخف بعد كده يخش الاتقل والاتقل والاتقل. العنصر الاتقل اللي في القلب صح، اللي في القلب. اتقل عنصر ممكن اي نجمه تخلقها عن طريق التفاعلات النوويه الاندماجيه هو الحديد. حديد في ده اقل حاجه ممكن تتخلق بالطريقه دي. بعد كده مفيش حراره تقدر ان هي تخلق الحاله اللي بعدها، لان التفاعلات بعد كده بتبقى بنص حراره اكتر من الطلب. طب احنا شايفين حوالينا في الكون في عناصر اتقل من كده بكتير، يعني لو وصلنا في الجدول الدوري بتاعنا الحديد ده 26 في حاجات اتقل من كده. طب هو ده اصلا لازم خالص. طب انا ممكن اطلب منك طلب، يعني الكلام ده كله جاي بعدين، احنا ممكن نستنى عشان في ناس كتير لسه مش عارفه العربيات دي. شكرا. طيب نرجع تاني نقول في عناصر عندنا موجوده في الكون اتقل بكتير جدا من الحديد. يا ترى بتتخلق ازاي؟ بتتخلق بطريقه تانية خالص اسمها خطف نيوترونات. يعني المفروض ان جوه النجمه بتاعتنا فيها نيوترونات، فيها بروتونات، فيها حاجات سالحه كتير، بتبتدي العناصر الثقيله تخطف الالكترونات دي من كل حته. تبتدي لما تخطفها تتقل هي في الوزن وتتحول بطريقه ما لعناصر اتقل. في حاجات بتتعمل او البروسيس ده بيتعمل في جزء من الثانيه وممكن يتعمل في 10 مليون سنه عشان يتكون لي العناصر الاتقل من الحديد. طيب عندنا مثلا نجمه زي دي كونت الحديد وخلاص، هي دي اخر مرحله عندها، هتعمل ايه بعد كده؟ هتيجي بقى مرحله رد الفعل، هو ما قبل الموت زي ما احنا بنقول، او مرحله الاحتضان، هيبعت لنا كذا حاجه. تبتدي النجمه دي بتحاول ان هي تدي نفس درجه الطاقه زي ما عملنا في الشمس بالظبط، بتحاول ان هي تدي نفس الاضاءه بتاعتها فبتكبر، بس في جاذبيه كبيره فبتحاول انها تكشف، فبتدي النجمه تعمل حركه كده تفضل كش كبر وكش كبر وكش. الغلاف الخارجي بتاع النجمه احيانا لما تبقى مثلا بنقول انها اكبر او كتلتها اكبر من كتله الشمس 10 مرات، هتبتدي ان الغلاف الخارجي مش هيستحمل الحاله ديت ان هي تفضل تكبر وتصغر كده، الغلاف ده هينفجر وهيعمل لي نوفا. مين سمع المصطلح ده قبل كده؟ نوفا. سمعت سوبر نوفا. يبقى هي السوبر نوفا. هندخل عليها شويه. ايه الفرق بين النوفا والسوبر نوفا؟ هنعرفه دلوقتي. الغلاف الخارجي بينفجر، واحنا لما بنشوفه في السماء بنشوفه بيستمر ايام بسيطه ما بيزيدش عن اسبوع. لما الغلاف الخارجي ده انفجر النجمه بتبتدي تكمل نفسها تاني وبتعمل نفس البروسيس لحد ما الغلاف ينفجر تاني، لحد ما كتله النجم تقرب من كتله نجم الشمس وتبتدي تعمل نفس البروسيس بتاع الشمس ان هي تتحول من قسم ابيض. طيب لو النجم كتلته اكبر من كده ايه اللي هيحصل؟ النجم هيبقى الضغط عليها فظيع جدا من كتر الحركه. اوستيليشن يعني ايه بالعربي؟ تذبذب. عامل تذبذب. لما شفت النجمه دي من كتر التذبذب اللي بيحصل عليها هتنفجر كلها، وهو ده اللي احنا عارفينه باسم السوبر نوفا. النجمه هتنفجر من قلبها مش مجرد الغلاف الخارجي بتاعها. ده الفرق بين النوفا والسوبر نوفا. ده احنا لما بنيجي نرصده بنرصده بيبقى اكبر لمعان بيستمر من اسابيع لشهور. اللي بيرصدوه بيرصدوه من اسابيع لشهور. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده لما النجم ده بينفجر؟ خلينا نمسك السوبر نوفا على سبيل المثال. ماده بتاعت النجم دوت انتشرت في الفضاء. انتشرت في الفضاء ده معناها انها ممكن بتروح المكان اللي هو بتختلط الماده بتاعت ما بين النجوم وتدخل في تركيب نجوم ثانيه. يعني النجوم حديثة الولادة ما
بتبقاش كلها هيدروجين بس، لا احنا بنلاقي فيها عناصر يعني عناصر تقيله. ممكن الناس كانوا بيستغربوا زمان ان هم اللي بيعملوا الطيف بتاع النجوم يقولوا ازاي النجمه لسه صغيره وموجود فيها حديد وموجود فيها سلك وموجود فيها حاجات كبيره. هو بس ان الماده بتاعتها بتسرقها من حواليها وبتاخدها من نجوم ماتت. طيب بتبتدي السوبر نوفا دي الماده في القلب بتحاول تجمع اي حاجه لسه نقطه الجاذبيه موجوده، بتبتدي نقطه الجاذبيه دي تجمع اكتر قدر ممكن من الماده حواليها، ومن كتر الجاذبيه بتاعتها بتلمها ما بتخليش فيه مسافات بينيه ما بين الذرات نفسها. تخيلوا كده احنا عارفين شكل الذره بتاعتنا اللي هي النواه وحواليها المدارات بتاعت الالكترونات بتاعتها. تخيلوا من كتر الجاذبيه النواه هتتطبق في بعضها فالالكترونات هتخش على البروتونات. الماده دي هتفضل تتكتل كده وتطلع منها طاقه كبيره جدا وهتعملي نيوترون ستروف او نجم نيوتروني. خلاص تفاعل البروتونات مع الالكترونات الشحنتين دول راحوا مع بعض، هيبقى النيوترون اللي هو الموجود عنده شحنه وهيدخل في بعضه قوي لدرجه ان احنا لو جبنا قد علبه كبريت من النجمه دي وزنها هيبقى قد الارض كلها. قد ايه هي متكتله قوي متكثفه قوي في بعضها. حاجه لطيفه لاحظوها بالنسبه للنجمه دي، النجمه دي بيطلع منها زي طلقات ضوء فلس طلقات بتلف حوالين نفسها 1000 لفه في الثانيه الواحده. الارقام دي بالنسبه لنا ما بقتش حاجه مرعبه، احنا عارفين الحاجات بالنسبه للفلك حاجات معديه ارقام كبيره قوي. الحاجات دي بالنسبه لنا 1000 لفه في الثانيه ما تعتبرش حاجه كبيره للدرجه دي. طيب تخيلوا معايا لو بقى عندي نجمه كبيره جدا كان اساسا كتلتها اكبر من كتله الشمس باكثر من 40 مره. ده معناها ان الجاذبيه اللي عملت النجمه دي كبيره جدا. كبيره لدرجه ان هي مش هتشفط الماده اللي حواليها وتكسر البروتونات والنيوترونات وتعمل حاجات كلها ده. دي هتشفط نفسها. دي صوره تخيليه للنجمه شفطت نفسها. يعني ايه شفطت نفسها؟ الكلمه دي غريبه قوي على فكره. انتوا متخيلين يعني ايه؟ نقطه مثلا فيها جاذبيه شفطت كل حاجه لدرجه انها شفطت حتى الضوء اللي طالع منها. انا عندي فكره لطيفه، عندي فيديو حلو ممكن افرجكم عليه هتفهموا اللي انا بتكلم عليه ده. واولادكم الفيديو دوت هيفرحكم قوي. هو ده اللي بيسموه الثقب الاسود؟ هو ده الثقب الاسود. بس عايزين نفهم بقى يعني ايه نجمه شفطت نفسها او يعني ايه كده. اتفرجوا معايا. ده معناها ان احنا ما بنشوفهاش. طب احنا عرفنا ازاي ان في حاجه زي كده؟
بيشوفوا الحاجات اللي بتحصل حواليها. يعني اكيد احنا زي ما شفنا المكنسه كده كنا بنشوف الحاجات وهي بتتشقلب كده. هو ده اللي بيحصل بالظبط. ان هم بيبتدوا يشوفوا النجوم، نجوم بتبتدي تلف حوالين حاجه معينه هم مش شايفينها، وبتبعت اشارات استغاثه. النجمه دي بتبعت اكس راي او اشعه اكس، العلماء بيعتبروها ان هي نجمه بتستغيث لحد ما النجمه دي بتختفي خالص. نقطة معينة أي حاجة بتعدي جنبها بتختفي. حاجة زي مثلث برمودا كده. فساعتها لو أنا قالوا دي حاجة اسمها بلاك هول أو الثقب الأسود، وده ناتج عن موت نجمة الكتلة بتاعتها كانت أكبر بكتير جدا من كتلة الشمس. طيب الحاجة دي كلها بتروح فين؟ حاجة اللي بتتشرب دي يعني المكنسة راحت فين والباب والحاجات دي راحوا فين؟ سقف الزمن؟ دي نظريه من النظريات. وفي نظريه ثانيه بتقول ان في عالم ثاني لعالم المضاد لينا بيشوفوه على انه ثقب ابيض بيرمي كل الضوء ده ليه. منها حاجه احنا ممكن ان احنا نقول هي التطبيق بتاع الثقب الابيض، حاجه اسمها الكويزر اللي احنا اتكلمنا عنه ان احنا لقينا كويزر على بعد 29 مليار سنه ضوئيه. ده الكويزر ده عباره عن ايه؟ هو كتلة الماء أو جسم الماء عادة بيلاقوه إن هو موجود في مركز المجرات، بيلم كل الطاقة اللي حواليه مرة واحدة يطلعها طلقة من أشعة جاما اللي هي أعلى طاقة في الدنيا، بيطلعها على هيئة طلقات، وهي دي اللي حاليا في الأسبوع بيقولوا إن سرعتها المفروض إنها تبقى أكبر من سرعة الضوء. فبيقولوا ممكن إن إحنا نسمي هي دي الوايت هول أو الثقب الأبيض. شفنا نجوم، شفنا كواكب، شفنا مجرات، شفنا كون بينشأ. الكون ده كله هينتهي ازاي؟ دايما احنا بنفكر زي ما بنفكر كل حاجه هتبتدي ازاي، كل حاجه ابتدت ازاي، احنا برضه لازم نفكر كل حاجه هتنتهي ازاي. دي برضه نشأت عليها نظريات تانيه. في ناس بتقول لك زي ما حضرتك كنت سمعت فعلا في طاقه يعني او سرعه في الكون اعلى من سرعه الضوء اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانيه. لو في فعلا توصل العلماء بسرعه اعلى من هذه السرعه ورجعنا شويه لورا لاينشتاين والجيناتيك او النظريه النسبيه بتاعته، هل ممكن يحصل اخطاء في هذه النسبيه؟ اكيد طبعا. النظريه النسبيه نفسها ما جاوبتش على كل المشاكل الفيزيائيه المطروحه. نقدر نقول ان هي نظريه نسبيه دي احسن الوحشين. يعني المفروض ان في من غير ما نخش في التفاصيل نقدر نقول ان الفيزياء في قوانين معينه او في مشاكل معينه فيها بيعملوا النظريات دي علشان خاطر يلاقوا احسن حلول يعني احسن حلول او احسن اجابات للمشاكل دي. النظريه النسبيه جاوبت بكفاءه على ثلاث مشاكل من اربعه. فعشان كده لسه في نظريات ثانيه طلعت بعدها زي نظريه الواتر مثلا، بس بعد كده سقطت النظريه دي. ابتدى دلوقتي التفكير في ان النظريه النسبيه اللي كانت بتعتمد على سرعه الضوء هي اعلى سرعه، لا ده في سرعات ثانيه اعلى من سرعه الضوء. فالنظريه النسبيه نفسها لسه تحت الدراسه دلوقتي. فهو علم الفلك احسن حاجه فيه ان هو ما فيهوش تعنت، ما حدش هيخبي مثلا معلومه عشان خاطر يقول لا انا اللي صح. هو علم كلنا بنحاول ان احنا نعرف ايه هو الصح لان حاجه مفيده بالنسبه لنا كلنا. الكون برضه هينتهي ازاي؟ في نظريه بتقول الكون هيفضل كده وخلاص، يفضل يمشي ويتمدد والماده بتاعته تبتدي تخف لحد ما يختفي خالص. في نظريه ثانيه بتقول اللي هي نظريه الاسحاق العظيم ان الكون اللي هو بيتمدد ده هيقف ويرجع تاني. يرجع تاني لحد النقطه اللي هي ابتدى منها كل شيء. وفي نظريه ثالثه بتقول ان الكون اللي عندنا ده فيه زيه شبيه بس مضاد. يعني في كون تاني فيه الالكترونات موجبه وفيه الالكترونات سالبه وكل حاجه فيه مختلفه في الشحنه المضاد بتاعه يعني. فالكونين دول هيتطبقوا على بعض وبيفهموا بعض. محدش لسه عارف ايه اللي حصل، محدش عارف الكون هينتهي ازاي، بس كل اللي احنا بنتكلم عنه